السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح اتكلم معاكم عن الخبر الجديد تو نازل اللي هو الاي او اس 14. طلع تسريب الحين، التسريب يعتبر قوي وبعض الاشخاص اصلا توقعوها من زمان ان الاي او اس 14 نفس الاجهزه اللي تدعم الان الاي او اس 13 راح تكون على الاي او اس 14، يعني كلها بتدعم، ما في اي جهاز راح يتكنسل. دي الحركه حلوه ومش حلوه من الجهتين، راح اتكلم لكم عنها الان. كبدايه، دي الحركه سوتها ابل قبل سنتين، من الاي او اس 11 لاي او اس 12 ما غيرت اي شيء، ما كنسلت اجهزه، فما في تغيير قوي. صار لاي او اس 12 بس لحق الستابيليتي اللي هو ثبات النظام. فسوت الحركه ليش؟ لان الاي او اس 11 كانت فيه مشاكل كثيره والاجهزه كانت فيها مشاكل كثيره في نفس النظام، فما تبي توقف النظام على بعض الاجهزه وهو فيها مشاكل، فكملت على لاي او اس 12 وبنت عليه تعديلات كثيره. فذي الحركة مثل ما قلت لكم حلوة يعتبر، فلاي او اس 13 الحين في مشاكل، فإذا ذي الحركة بيسوونها أبل فيعتبر ممكن لو إنه بنسوي الحركة نفس الحركة اللي سووها من قبل، إن لاي او اس 12 ما في ميزات كثيرة نزلوها، أكثر شيء نظام وثبات وكان أسرع، يعني جهازك تحدى لحق تحديث سنة قدام، هو الأصل كان يكون أبطأ، هذا شيء طبيعي. ليش؟ لأنه تحط ميزات راح تقل على جهازك فيصير أبطأ، لكن صار اسرع. فيمكن نشوف ذي الحركه مره ثانيه. اشخاص الايفون اللي يستخدمون الان الايفون 6 اس راح يستانسون ان جهازهم راح يدعم الاي او اس 14، واذا صار ذا الخبر صحيح، يعني هذا التسريبات قويه، يعني اذا صار ذا الخبر صحيح ف راح يكون جهازكم اسرع، لان ابل ما راح تحط لك الشيء. يعني الاي او اس او الايفون 6 اس يعتبر الحين ابطا شيء واصل، فإذا نزل لايوس 14 إن شاء الله يكون أسرع، وراح أجربه معاكم. إذا نزل لايوس 14 راح أتكلم عن التواريخ، أتكلم عن كل شيء قدام. لكن الشيء اللي ما بعجبني أنا، الشيء يعني إنه يخلون أنا استانس أو أفرح إن الأجهزة دي تتكنسل بسرعة. ليش؟ لأنه التقنيات اللي موجودة في الآيفون 6 إس تقنيات قديمة، فإحنا لو نبي نتطور قدام نحكر على المبرمج إنه يسوي برامجة أو قوة برامجة على تقنيات جديدة، هذا كذا أفضل. يعني أبل إذا كنسلت مثلا، لو تكنسل الـ 6S من الـ iOS 14 فخلاص المبرمج إذا جي يسوي برامج يتوهق خلاص، أو مش يتوهق، يعني أبل تمسكه في طريق تقول له خلاص إذا بتسوي البرنامج عندك هذه الأجهزة لازم تسوي عليهم. الآن لا، iOS 14 أوردي نفس iOS 13 ف لازم بيدعم، يعني المبرمج عنده جهاز دول كور معالج لايو 6 اس دول كور الى الان، لايو 7 خلاص يعني مش نواتين، لايو 6 اس نواتين، لايو 7 رباعي، فكان يتكنسل الايفون 6 اس يبقى على الايفون 7 اللي هو الرباعي، لكن الى الان وقفنا. الايفون 6 اس كاميرا الاماميه 5 ميجا بكسل، فما راح تفرق بكثير، لكن في اشياء انه اذا لو تكنسلها ابل خلاص تفتح مجال كثير او مجال لحق برامج اكبر. ما اقول لكم الحين ما فتح المجال، لكن المبرمج عنده شوي لاين كبير لحق برمجه، فهذا الاشياء كلها. فمثل ما قلت لكم الايفون اللي بينزل او الاي او اس اللي بينزل 14 على كل الاخبار اللي نزلت الان في نهايه جانيوري، انه تقول لك نفس الايفونات اللي تدعم الاي او اس 13 راح تدعم الاي او اس 14. بعض الاشخاص يجي يسالني نفس الحركه في تويتر حطيتها، يجي يسالني يعني الايفون 6 اس راح يدعمها؟ ما يعني يسألون بس علشان يسألون بس كذا، فلازم أقول لكم الأسماء بالضبط. أوكي، الأجهزة اللي راح تدعمها، جايب الجوال الثاني عشان بس أقول لكم الأسماء. الأجهزة اللي راح تدعمها ببدأ من تحت، يعني من أقل شيء. الآيبود تاتش اللي نزل السنة اللي راحت 7 جنريشن، الآيفون 6 إس، 6 إس بلس، الآيفون إس إي، هذا اثنينهم نفس المعالج. الآيفون 7 7 بلس، الآيفون 8 8 بلس، الآيفون 10 10 آر، 10 إس 10 إس ماك 10 إس ماكس إي. الايفون 11 11 برو 11 برو ماكس، هذا جميع الايفونات اللي تدعمها، والايبادات برضو اللي هو الايباد او اس بيكون اسمه 14، الايباد اير 3، الايباد ميني 5، الايباد 5، ايباد 6، ايباد 7، الايباد برو تقريبا كلهم 9.7، ايباد برو 10.5، الايباد برو 11، الايباد برو 12.9. طبعا بيجي احد يسالني برضو الايفونات اللي بتنزل جديده، الايبادات اللي بتنزل جديده، اوكي حتى الجديده راح تدعمها، يعني بينزلوا فيهم، يعني الايفون 12 راح يكون فيه اوريدي هو بلتن، يعني هذا اول نظام ينزل عليه بس. اوكي ان شاء الله فهمتوا كل شيء. الاي او اس 14 المؤتمر حق اعلان عنه والميزات وعن تصريح عن كل شيء وش الميزات اللي راح تنزل فيه،
وش راح تكون فيه وش الأجهزة اللي بالضبط راح تقولها أبل إن الأجهزة اللي راح ندعمها راح يكون في جون بعد رمضان بشهر أو شهر وشو تقريبا أو أقل من شهر ما ذاكر بالضبط جون بالميلادي أوكي لا تقولي شنو بالهجري افتح جوالك تشوفه الشهر 6 ميلادي أي يوم أي ساعة ما ندري الآن أبل راح تعلن عنها قبل في شهر 5 تقريبا أو بداية شهر 6 راح تعلن وقت المؤتمر راح نشوف معكم المؤتمر وراح نبدأ نسوي لكم سلسلة جديدة على iOS 14 الميزات اللي فيها ما حد يعرفها يعني دي الميزات اللي أو ذي الشيء اللي نادر يتسرب بس أنا راح أتسرب من شيء تقريبا قبل المؤتمر بيومين أو ثلاثة أيام تقريبا ليش؟ لأنه سوفتوير ما يحتاج أبل تودي شركة ثانية أو دولة ثانية وتصنع مثل الايفون يتسرب فيه قطع أو يتسربون أشياء عن ليش؟ لأن الايفون أوكي يبدأ يعني الاختراع والشكل وكل شيء يكون في بروتوتايب وكل شيء يكون في سان فرانسيسكو قصدي أوكي؟ والصناعة تكون في الصين فكنترول عند أبل غليل أو التحكم عند أبل على الموظفين الثانيين اللي هناك قليل فما تقدر يعني تشوف المصانع اللي هناك والمصانع أصلا بحقتها بالضبط ما تقدر تسوي لهم كنترول أما الآي أو إس أو النظام لا موجود هنا في محلات وفي الشركة حقتها يعني والموظفين حقينها وكل شيء قراب يمها ما يسربون أي شيء اللي يتسرب ينفصل نفس الآيفون 10 يوم سرب موظف أو خلى بنت تخش وتشوف كل شيء بس أوكي فهذه الأشياء كلها الآي أو إس تسريبات قليلة مثل ما قلت لكم فننتظر يمكن في نهاية ميف بداية جون يطلع تسريب خفيف شكل دعاية إعلان خفيف نفس ما صار السنة راحت تقريبا أو السنة اللي قبلها تسريب خفيف لكن لا تتوقعون الشيء القولي راح يكون والخبر راح إن الأجهزة اللي تدعمها القديمة يعني كل أجهزة الآي أو إس 13 راح تدعم الآي أو إس 14 شيء حلو بالنسبة لي وشيء مو بحلو يعني شيء حق بعض الأشخاص حلو بيكون ثبات أفضل لكن الشيء اللي مو بحلو بالنسبة لي برضو إنه ما راح يكون في لأن إذا سووا الحركة بيحطوا ميزات ما راح أقول لكم ما في ميزات تعديل خفيف شيء لكن ما في ميزات قوية لأن كانت في ميزات قوية راح يثقل على آيفون 6S فإذا ثقل على الآيفون 6S وهو المعالج ثنائي الرامات تقريبا اثنين هم 7 و6S 3 تقريبا أو ثنائي اثنين لحق الصغير الكبير 3 تقريبا فما راح نتكلم عنه نفس الشيء فراح يدعم الرام ذا راح يدعم لكن كمعالج معالج ذا ثنائي وذاك رباعي فلو بيحطوا ميزات قوية راح يأثر على المعالج الثنائي اللي هو 6S فأتوقع لو إنه بيدعمون 6S ما راح يحطوا ميزات قوية عشان تقل عليه أو بيسوون حركة إنه بيخفون عليه حتى ويحطوا ميزات قوية بس فنشوف قدام مثل ما قلت لكم بالأخبار وكل شيء ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تهمني ولا تنسون فضل دعاكم والتصوير من الآيفون 11 برو ماكس الكاميرا الأمامية طبعا مركب مايك أنا برضو وآسف على الصوت كان في سيارات ماشين على iOS 13.3.1 النسخة التجريبية الثالثة اوكي السلام عليكم لا تنسون فضل دعاكم